ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهارده بنتكلم على موضوع امام عاشور وصفقة تقترب من النادي الاهلي بشدة، والصفقة دي وصاحب الهدف العالمي اللي هنتكلم عليه في حلقه اليوم. بس قبل ما نخش على الحلقه، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الله باذن الله بالدعم بتاعكم هوصل بدعواتكم ليا، هتالق وان شاء الله باذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الهدف المبدع والمتألق وهو واحد من اللعيبة اللي معروضين على النادي الأهلي الموسم اللي فات، وجه في الوقت الحالي النادي الأهلي بدأ يخش يتكلم عليه بشكل كويس، وهو كان بيلعب في نادي بتروجيت وسيراميكا كليوباترا، واللي كان مرشحه الكابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق. والكابتن ربيع ياسين أكد فعلا الموضوع وأكد المعلومة اللي الراجل ده إضافة قوية جدا جدا جدا. وفعلا تعال نشوف كابتن احمد ابو مسلم هيقول ايه على اللاعب. وهنتكلم النهارده على هذا اللاعب، وهو اللاعب عبد الرحمن السكران من مواليد 15/5/1999، يعني في الوقت الحالي عنده 23 سنه، بيلعب في الملعب مركزه جناح يمين وباك رايت كويس، وبيلعب في حته الرايت كويس، يعني ممكن يديه في الحته القدامانيه بشكل كويس جدا، يلعب ناحيه الليفت يلعب، ناحيه الرايت يلعب، بيلعب في الوقت الحالي في نادي الداخليه وبشكل كويس جدا جدا جدا، عامل معاهم موسم رائع. يعني طوله 180 سنتي، القيمه التسويقيه 500,000 دولار، يعني الراجل مش قادر اقول لك امكانياته في الدوري المصري، هي دي امكانياته في الدوري المصري. طبعا زي ما احنا عارفين بدا مع نادي بتروجيت، لعب معاهم 3 مواسم، سجل في الوقت ده خمس اهداف، وبعد كده قرر ان هو يطلع اعاره يروح لنادي الداخليه بعد بتروجيت وبعد سيراميكا كليوباترا، علشان ما كانش هيلاقي نفسه ولا في سيراميكا كليوباترا ولا في بتروجيت. قال لك اطلع بقى اتالق ويبدع، وفعلا قدر يروح نادي الداخليه، لعب معاهم 5 مباريات وسجل هدف واحد عالمي. عبد الرحمن حسن هيكون امكانياته عاليه جدا، هيكون متالق، هيكون مبدع، ممكن تكون اضافه قويه للنادي الاهلي. موضوع تاني هو موضوع امام عاشور والسوشيال ميديا المهجصة، ناس تفهى وامنية دماغها يا عم دودي تطلع تهجص، بتموت في التهجيص زي عينيها. انا بقول لك بقى خدها مني بضمان التعليق العربي، امام عاشور زملكاوي زي ما هو، امام عاشور حتى الان لن يوقع للاهلي، خدها مني بضمان التعليق العربي من مصدر الثقة في ملعب الدودي سبورت. وانا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي، امام عاشور لن يوقع للاهلي، وانا قلت الكلام ده، امام مش هينفع في النادي الاهلي، علشان امام ممكن يروح النادي الاهلي ما لعبش، ممكن يحصل مشكله، ممكن يحصل دروب، ممكن يحصل، وهو بيفكر في الحته الاحترافيه. وميتلاند قال لك انا ما فيش عروض جايالي من احد الانديه الخليجيه او الاوروبيه او المصريه بالنسبه لامام عاشور. وميتلاند الراجل متمسك بامام عاشور، وامام عاشور طلع قال لك انا ما وقعتش مع النادي الاهلي، ولسه منزلين ومؤكدين بالمصدر للناس اللي شغاله معانا، بنقول امام عاشور حتى الان لن يوقع للاهلي. ده كان ملخص حلقه اليوم، يا رب كل حلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم، وباذن الله باذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا لايك الفيديو واشتراك القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.